يجب أن تدخل المعركة وتخسر، ويجب أن تنطى الشهداء. أنطى الشهداء. وأبعد صاروخ وصل الآن التل أبيب من حزب الله، هو من صناعة إيرانية ومن دعم إيراني ومن مستشار إيراني ومن مهندس إيراني. ولولا إيران لم تستطع اليمن أن تكون اليوم قوة إقليمية وتعجز أكبر أسطولين في العالم، الأسطول الأمريكي والأسطول البريطاني. أسألك بالله، هذا كله وتقول لي إيران وينها؟ هذا مو منطق، هذا مو منطق. الفلسطيني دا يدافع عن أرضه بدعم إيراني، اللبناني دا يدافع عن أرضه بدعم إيراني، العراقي دا يدافع عن أرضه بدعم إيراني، وفوق كل هذا ما ترضى بإيران إلا تجي جيش مالته. هذا مو منطق، هذا عزيزي، هذا تهور. ثاني تتكلم عن جانب أكاديمي، أسألك بالله، المرحلة الأولى وكرر فشلت فشل ذريع للكيان الصهيوني. واليوم عندهم مصطلحات، تغليف المصطلحات. زين. تحول من زين. مرحلة زين. سحق الفصائل إلى مرحلة إلى مرحلة عدم عودة عملية طوفان الأقصى إلا بعد 10 سنوات. زين. هذا منو دا يقوله؟ زين. الخبراء الصهاينة. إذن هذا وين النجاح اللي دا يتكلم عنه؟ هذا إذن الفصائل الفلسطينية هذا كلامك فشلت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بنعم عن السؤال. لا اسمع، 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 اسمع.